تجتمع عقول هؤلاء الطلبة الصغار باتجاه استنفار ملكاتهم الابتكارية والتقنية لتحقيق أهداف برنامج مهندسي المستقبل الذي يستثمر إبداعات الناشئة من الطلبة في التفكير الإبداعي وتنمية شغفهم في مجال العلوم والبحث العلمي. البرنامج يعد مبادرة تعليمية تهدف إلى تعليم طلبة المدارس أساسيات البرمجة والإلكترونيات، ويأتي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وبعض شركات القطاع الخاص. جاءت الفكرة تحفيزا للطلبة ودعما لمهارات الابتكار والإبداع وخروجا عن المألوف في الحصص المدرسية. خلال 4 سنوات في البرنامج تنقلنا بين الإلكترونيات وبرمجة سكراتش والمايكرو بيت. كل هذا يكتسبه الطالب بشغف وحماس وتنفذه المعلمة بهمة عالية. أنا مشروعي عبارة عن تصميم لعبة في سكراتش، وصممتها عن طريق البرمجيات، وقمت بتصميمها بمساعدة أخوي والمعلمات، وجربت اللعبة وكانت فعالة وتشتغل. يستهدف برنامج مهندسي المستقبل طلبة الحلقة الأولى من مدارس محافظتي الداخلية والظاهرة بأكثر من 21 مدرسة حكومية، وقد استفاد من البرنامج ما يقارب من 7200 طالب وطالبة منذ بداية البرنامج، وتدريب أكثر من 90 معلمة في مجال العلوم والرياضيات والفن والتكنولوجيا والهندسة. كان تقبل الطلاب للبرنامج جدا كبير، يتضح فيه شغفهم واهتمامهم بهذا البرنامج، حيث كان برنامج مهندس المستقبل بالنسبة لهم يعني المتنفس من يعني من المناهج الدراسية، من فترة الامتحانات، من الأنشطة. كان يعني يخرجهم إلى عالم ثاني، يخليهم يستكشفوا، يتعلموا أشياء جديدة. مشروعي البسيط هو عبارة عن بيت ذكي يعمل ببرمجة جهاز المايكروبيت. أول برمجة هي عبارة عن تنظيم إضاءة المصابيح، نستطيع بها تنظيم الإضاءة. برنامج مهندسي المستقبل يشجع الطلبة على إدراك أهمية العلوم في الحياة وحثهم على الابتكار ومواكبة التوجهات العالمية والتغيرات والتطورات المستقبلية المتوقعة للثورة الصناعية الرابعة. تمكين هؤلاء المبتكرين الصغار من عرض مشاريعهم بالتشجيع والتحفيز سيدفعهم للاستمرار في تطوير هذه الاختراعات في المستقبل. من محافظة الظاهرة، سالم بن هلال الشعيلي.